أهلاً وسهلاً. اعتدنا أن أخواننا الأردنيين النشامة يكونون معانا دائماً في الإمارات، أساتذة، زملاء عمل، دكاترة في كل المجالات، لكن نادراً ما كنا نشاهد لاعب أردني يحترف في دورينا. هذه المرة ضيفنا ياسين البخيت، صاحب 4 محطات في دوري الخليج العربي. كابتن ياسين البخيت، شكراً لك على قبول الدعوة ومرحبا بك معنا في برنامج منصور أرينا. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مبسوط كثير أني موجود معك وفي منصور، وانت بالذات يعني انا بتشرف اني اكون معاك وبحب اني اشوفك صراحه، فانا جاهز لك باي وقت. الله يطول عمرك يا كابتن. شو الاستعدادات لهالجوله؟ 100% 100% ان شاء الله يا رب. جميل، خلنا نرجع شوي معاك بالذاكره. انت مش غريب على الدوري والمنطقه اصلا. اولا اردني، ثانيا لعبت سنين في الدوري السعودي، وبعدها سنين عندنا في الدوري الاماراتي. خلنا نرجع لفتراتك في الدوري السعودي وللمقارنات اللي تدور دائما بين الدوريين الاماراتي والسعودي. شو راي ياسين البخيت بين الدوريين قصدك؟ والله شوف، انا حكيت قبلها مره منصور، الدوريين قويين وكبار، يعني اذا مش كلامي كلام الكل انه هو من اقوى الدوريات في اسيا. بغض النظر جزء بيفرق شوي الدوري السعودي من ناحيه عدد الافريقيا المحترفين، تعرف 8 محترفين تفرق، فانا بشوف الدوري السعودي اقوى بشوي، لكن الدوري الاماراتي كمان بضاهي بالقوه، ودوري فيه بيملك خبرات كثير يعني من لاعبين اجانب ومحليين، والكل واحد صراحه بيجي على الدوري هون بتطور صراحه. شو الافضليه بالدوري السعودي؟ الجمهور؟ شوف، الجمهور السعودي صراحه كارثه، يعني مش طبيعي في الملعب، خصوصا الجمهور ضدك. يعني انا جربت هاي الامور صراحه مخيف، يعني فبفرق وبيلعب دور كبير، يعني ما تشوف جمهور زي الجمهور السعودي. طبعا جمهور انا بحبه وبقدم له التحيه، فكان ياثر كثير وكان يعطي فارق في الملعب كثير. ولليوم يعني الكل بيعرف انه بغض النظر عن ظروف كورونا، لكن الكل واضح انه غياب الجمهور مؤثر كثير على الدوري. النصر السعودي قبل صرحت انك تتمنى انك تلعب في النصر السعودي، ليش النصر من بد كل الانديه السعوديه؟ والله شوف، هسه انا بحكم اني لعبت 4 سنين بالسعوديه، وبحكم انه هو اول عالمي يعني فريق شارك، وبحكم اني انا بحب جماهيره، يعني النصر من يوم يومي انا لما العب ضد النصر بتكون مباراه بالنسبه لي مميزه صراحه. وجزء حكيت لك قبل هالمره المباراه اللي لعبناها ضد النصر، كانت يوم السنه اللي اخذوا فيها الدوري بعد فترة انقطاع، كانت من أحلى المباريات بالنسبة لي، وجمهورهم صراحة أنا بحبه كثير. يعني في الملعب لما تشوف الكم الهائل من الجمهور والفعالية تبعته، فأنا يعني النصر بالنسبة لي صراحة بالسعودية غير. تروح لهم وأنت مغمض على قولك؟ شو أنا مغمض؟ طبعا أنا مغمض، أتمنى لهم كل التوفيق طبعا. بالنسبة لك يعني تعتبر الجمهور النصراوي هو الأفضل؟ السعودية بالنسبة لي رقم واحد. أنا مش قاعد بحكي لك على شيء سمعته منصور، أنا قاعد بقول لك على شيء شفته وعشته. لذلك أنا يعني حتى بقول لك المباراة اللي كانت بالنسبة لي مميزة، فعلا كانت رهبة إنك تفوت وتشوف ال 45 وال 50 ألف وبسكتوش طول المباراة وصوت عالي وتشجيع، صراحة بالنسبة لي رهيب. يعني كنت أتمنى يعني أنا بيوم من الأيام إني ألعب بالنصر، لكن هاي كرة قدم حال كرة قدم، لكن أنا نصراوي وبحب جمهور النصر كثير. طيب ناخذ الطلب. أنا عارف أنت غششتني، قلت لي فيرين تشرب لاتيه. صحيح. So we will have one V60. Sorry. Whatever. But not Ethiopian. Okay. And for captain latte. Latte. Normal. Normal. Thank you very much. النصر، ولو بنتكلم عن النصر السعودي، تتمنى تلعب مع حمد الله؟ أكيد كنت أتمنى وما زلت إن يوم من الأيام أمثل هذا النادي. حمد الله بالتحديد، خصوصا يعني هو لاعب، أنت تلعب على الطرف في الجناح، عندك سرعة، وهو عنده إنهاء الفرص، تحسه يكمل منصور. يعني شوف، الحمد لله لاعب كبير وشايفين ارقامه ما شاء الله في الدوري، اتمنى له التوفيق، اي لاعب اتمنى يلعب معه. لكن النصر منظومه كامله، يعني هو انت ما بتيجي عشان لاعب واحد، النصر من الحارس، دفاع، وسط، كله فريق كبير، كلهم لاعبين مميزين، واحد بيتمنى. لكن زي ما تفضلت،
على الستايل تبعي يعني. الحمد لله ممكن يعني يكون مثلا في شغل كبير بينه وبينه، ولكن النصر كمنظومة وكإدارة وجماهير هو كله ممتع. عكس كل اللاعبين تقريبا 99% من اللاعبين، ياسين البخيت في معزل عن عالم السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. ليش؟ خراب بيوت لنا. اقدر شيء احبه فيك فعلا انك صريح. طبعا مو انا، مو انت سالتني ليش؟ ايه؟ انا بدي اجاوبك ليش الف ولا. انا بالنسبه لي بعتبر خراب بيوت في حال كان زياده عن اللزوم. اذا الواحد كان عامل كنترول على حاله يعني، جزء خلينا احكي لك شغله معلش يعني، قاعده اخويه ونحكي بشكل اخوي. انا ليش اخلي الناس تعرف زياده عن اللزوم عن حياتي؟ الان انا لاعب كره قدم، مهم الناس تعرف ياسين شو بيلعب، مش ياسين برا الملعب شو بلبس شو بوكل شو بيعمل شو بسوي. فانا بالعكس بحب اكون قريب من الناس، خصوصا الناس اللي بتحب ياسين، جماهير المنتخب الفيصلي بشكل خاص، لكن ما بحب اكون زياده عن اللزوم. انا يا دوب عندي حساب على انستغرام وفيسبوك وبس، ما عنديش لا تويتر ولا سناب شات، مبسوط ومرتاح وخلاص اموري هيك تمام. طيب، وبالعوده عن الدوري السعودي لازم ما ننسى هذه النقطه، صديقك ادريس فتوحي مولع مع الاهلي ما شاء الله عليه. انا حكيت ودائما بحكي ادريس وين ما يروح مبدع يعني. انا بشوف انه ادريس خساره صراحه للدوري، لانه ادريس لاعب خبره وشو موهوب، هو لاعب موهوب. انا لعبت معه 3 سنين منصور، لما اقول بحكي ادريس من افضل المحترفين، لان انا عارفه مجرد ادريس لعيب. طبعا بقدم له التحيه وعلى تواصل مستمر انا وياه، وما شاء الله مبدع هو في الاهلي، وجاب هدف من الاهداف الحلوه قبل الجوله الماضيه الفاول. فادريس بتمنى رجعته يوم من الايام، اذا مش على الدوري بتمنى اني ارجع العب معه، لانه انا وياه حافظين بعض حفظ يعني، على ممكن واحنا مغمضين نلعب معه. نذكر ثنائياتكم في الدوري، كنا مرتاحين انا كثير انا وياه، وبتمنى له التوفيق، وبتمنى ان شاء الله يوم من الايام ارجع العب معه. طيب نرجع شويه للاردن، شو رايك الوحدات والفيصلي؟ اول شيء الفيصلي هبوط غير معتاد في مستوى يعني. والله منصور صراحه انت واحد من نجوم الفريق يعني، انا قبل ما اكون نجم من النجوم وانا مشجعه يعني. انا خليني احكي لك شغله بصراحه، احنا في الاردن زماننا من ولدنا كنا نعرف ان الاردن وجلاله الملك فيصلي ووحدات، حسون الشيخ والفيصلي ورافض علي بالوحدات. جزء هاي من شغلات اساسيه كنا نعرفها بحياتنا، وجزء اي اردني بيعرف هذا الشيء. الفيصلي انا من يومي انا وكل اهلي فيصلويين، فواحد من الانديه اللي انا كنت احلى مني العب فيها للامان. فهبوط الفيصلي حاليا مؤلم يعني، بضايق انا كمشجع قبل ما اكون كلاعب، اكيد بضايق. الفيصلي تاريخ في الاردن واسم كبير ومن معالم الاردن كمان قبل ما يكون نادي كره قدم، فهذا اللي صراحه الحال بزعل. لكن الفيصلي دائما بنقول يعني بمرض ما بموتش يعني، ان شاء الله راح يرجع مش زي اول واقوى كمان ان شاء الله. حنيت الفيصلي الأردني؟ لا لأن طول عمري صراحة منصور يعني أنا الفيصلي دائما والله في بالي، وعلى تواصل تام كامل مع جميع اللاعبين، وبحضر كل مبارياته دائما يعني. اليوم اللي بكون في مباراة الفيصلي بكون مفضي حالي، ودائما بتواصل مع الإدارة حتى يعني، لأنهم كمان بعزوا علي وإخواني كبار. والفيصلي ما بروح من بالي صدقا، هو جماهيره لليوم صراحه جماهيره شايلين يعني للامانه، ما بنكر فضلهم علي كان وما زال، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. زين انا عندي لك سؤال محرج الحين، نحن في عصر الاحتراف، لو ياك عرض من الوحدات؟ شوف اول شيء ترى بتحكي لي سؤالك محرج، انا سؤالك بالنسبه لي كنت متمني حد يسال لي للامانه. ليش؟ اول شيء الوحدات في الاردن يعني هو نادي اردني، فأنا أي نادي أردني بحبه وبحترمه، ولو لعب خارجي مين مكان يكون، مدام بيمثل الأردن فأنا مشجع أول واحد له، وبحضر مين مكان يكون وحدات وغيره. ورجل الوحدات بحبهم وبحترمهم، والأصدقاء كثير بالوحدات لاعبين، بقدم لهم تحية جمهور وإدارة. لكن بجوز سألت سؤال إنه بتروح وحدات ولا ما بتروح؟ ما بروح مش لأنه مثلاً ما بحب الوحدات أو شيء، بالعكس الوحدات نادي كبير وشرف لأي لاعب يلعب فيه، بس احتراماً لجماهير الفيصلي واحتراماً لمشاعرهم ما بروح بس من هذا الباب. يعني بعدك مصر على انك تنهي مسيرتك الكرويه في الفيصلي مثل ما صرحت قبل؟ طبعا لو بشوت فاول وبعتزل خلاص. لازم يعني المهم تلبس فانيلا. بالضبط، المهم اني البس فانيلا، اتمنى انه هذا الشيء يصير ان شاء الله. مدريدي انت؟ اكيد متابع لمباريات ريال مدريد. اكيد ما يتعارض مع وقتك ومع جدولك
كلاعب لا. انت لان انا عارف عنك انت تنام من وقت. والله انا بنام بدري يعني. مباراه مدريد الاخيره هاي اللي لعبوها فازوا 2-0 ما حضرتها، بدات الساعه 12 وانا بنام بدري صراحه، وبصحى بدري لانه بودي ابني مدرسه، وغير هيك انا بتمرن كل يوم الصبح الحمد لله. فكبيري 10:30 11 بكون بحلم يعني، ما بكون نايم. فبحب مدريد وبتابع، بس ما بقدر اني كمان الساعه 12 وتخلص ثنتين بصحى الصبح بشوف النتيجه وبشوف الاهداف خلاص، بس انه اني اسهر ما بقدرش صراحه الفتره هاي. وشو الدوريات الثانيه اللي مهتم فيها؟ بتابع كثير يعني، لاعب كره قدم بحب اشوف مباريات، الاردني بتابعه، الانجليزي بتابعه، الاسباني تشامبيونز، بس انه زي ما قلت لك المباريات المتاخره يعني صعب اني احضرها، الا اذا كان في اجازه ثاني يوم فتره توقف يومين ثلاث بس انه خلال الايام العاديه ما بس. انت اعتقد سواء يوم كنت في السعوديه او حتى عندنا في الامارات واحنا نتشرف فيك ونسعد، الله يخليك. اعتقد ما شعرت بالغربه او بال لا ابدا. شوف اول شيء بغض النظر انه في اردنيين هون او بالسعوديه، نحكي عن الشعب سواء اماراتي او سعودي يعني ما بيفرقش عن الاردني، احنا اخوان وعلاقتنا قويه من يوم يومنا، احنا مكملين لبعض، وهذا الشيء شرف لنا. انا سعيد ومبسوط كثير، انا حكيت قبل هالمره منصور فعلا للامانه، جزء كل سنه بتجيني عروض من برا، لكن انا مبسوط هون ومرتاح ومش حاس يعني فعلا كلاعبين وحتى الناس كلها حاس ان انا عمر الحمد لله ما صارت معي مواقف، عايش بين اهلي مبسوط كثير، عائلتي مرتاح. ان شاء الله اني اقدر كمان اني انا في المستقبل اني اضل هون والعب اكثر، لانه الظروف هون الحمد لله يعني جدا رائعه. شو الاشياء اللي تحب تسويها غالبا في وقت فراغك مع العائله؟ مع العائله انا اشوف منصور دائما بقول زوجتي صراحه مش كثير بحب اطلع من نوعيه البيتوتي انا، ليش؟ لانه انا لاعب كره قدم في فتره معينه بده يلعبها بعدين خلاص صح؟ انا لاحق على الطلعات، رايح لاحق على الروحات والجيات، فهسه في عندي شيء اهم يعني للامانه. انا ما بدي استبق شوي بالاسئله لكن شغلات بتنحكى، ما بحب انه انا اكون مثلا ماشي بالنادي يشوفني اداري يسلم علي بس اللي فجأة يقول مثلا والله جبناك وما عملتش ما استفدنا منه، لا بتعب الفتره هاي بشتغل حالي، ما انت كيف بدك تكون مميز؟ لازم يكون شغلك اكثر، لازم يكون في تنازلات عن شغلات معينه عشان تاخذ شغلات ثانيه. فلاحق على الطلعات ولاحق على الشغلات هاي، هسه خليني اركز في شغلي وكل شيء بوقته حلو. طبعا كل شيء بوقته حلو. والمستقبل وين تشوف نفسك؟ مدرب اداري ولا بعيد عن الكوره؟ لا مش اكيد اول شيء مش بعيد عن الكوره، بس انا في كثير ناس بيحكوا لي شكلك محلل، بعرفش ليش كل ما واحد يشوفني بيقول لي، حتى اللاعبين يعني قبل اسبوع قعدنا حكينا بيحكي لي شكل شاب اشوفك محلل، انا بعرفش ليش يعني. انا بقول لك ليش علما انا بحب التحليل كثير. انت تحب التحليل؟ بحب التحليل ومتحدث كثير يعني، انا بحب اني التحليل لاني لما احضر مباراه احيانا بدقق على شغلات بحس حالي انه ها يعني ممكن اكون ها يعني لو طورت حالي ممكن اكون محلل ومتحدث. ودائما نحن بعد نهايه المباريات يكون اختيارنا غالبا على ياسين البخيت. والصراحه منصور يعني يعني شيء حلو تكون محلل يعني، خصوصي انه يكون عندك خبره قبلها وتحكي عن من باب من عندك خلفيه، لكن صراحة ما بحب افكر بالامور هاي بدري، اذا فكرت فيها بحس حالي راح اخلص قريبا. وانت مش حاب مسألة انك تخلص؟ يعني حاب العب بالعكاز في الملعب. يعني مش شايف حالي صراحة لسه يعني لسه ما قررت شو خطتك المستقبلية صراحة. انت لاعب جناح احيانا تسجل واحيانا تلعب تمريرات حاسمة، شو تفضل؟ للامانه انا بفوت المباراه بدعي اني اصنع، لانه ما بدي احب اكون يعني افكر بس بالتسجيل، يعني التسجيل ممكن تجي فرصه تسجل، بس انا يعني كياسين بحب اني افوت اساعد زملائي، احب انه يطلع يعني مثلا مهاجمنا جايب جول او واحد ثاني جايب جول وانا عامل اسيست، هذا شيء كثير بحبه. بالمقابل اكيد ما يعني الكل بحب انه يسجل، بس انا للامانه والله منصور اني بس افوت دائما بدعي ربنا اني انا اكون سبب في الفوز، سواء بجول سواء باسيست، ان شاء الله اقول لك لو بيده الواحد وين حاسب. بس المهم انه يعني دائما أم تدعيني ان شاء الله تكون سبب في فوز فريقك. على طاري الايد، الفار ممكن تتدخل، شو رايك في مساله الفار وتاخر الحكام؟ وانا ما اتكلم عن حكامنا هنا، اتكلم بشكل عام. لا شوف انا بالنسبه لي يعني اللي حط الفار بنشكره صراحه، لانه صار ياخذ كل واحد صار ياخذ حقه، بغض النظر عن التاخير، يعني انا تيجي تقول لي حكم يتاخر 5 دقائق يقول لي يروح حقك، لا بقول له خليه يتاخر 10 دقائق كمان، ويروح حقنا او يروح تعبنا او مجهودنا. شوف الفار قاعد بتطور.
يعني جزء الايام هاي او السنين القادمه يخف موضوع الوقيات، يصير فيه اهتمام اكثر. بس وجود الفار مهم جدا، يعني احنا نشكر الاتحاد صراحه على هاي الخطوه اللي دائما عطت الكل حق. صرنا نشوف انه ما في حد صريح على كثير لانه خرس فيه، فبالعكس خطوه كثير كويسه والله. انا ابى اسال مصورنا عبد الله حسين، وحدات ولا فيصلي؟ فيصلي عشان الكابتن صح؟ فيصلي عشان لو على صورتك متاكد امس تقول لي الوحدات؟ ها؟ امس تقول لي الوحدات؟ لا 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 صحيح، يعني انا مع اخوي عبد الله في الكلام، احنا الوحدات العكس نحبه انا، وزي ما قلت لك العلاقات كثير بالوحدات من لاعبين، وهسه ما شاء الله عليهم هم متصدرين الدوري، والسنه الجايه على فكره بده يشاركوا بابطال اسيا، فبتمنى لهم التوفيق. وزي ما قلت لك الوحدات نادي كبير، كل واحد بتشرف انه يلعب فيه، لكن احنا الفيصلي هو مشكلته انه بدمنا، واحتراما لجماهيره نفضل انه احنا نطلع الفيصل. لين ان شاء الله يعني الله يعطيك الصحه والعافيه، ونشوفك دائما مستمر عندنا في ملاعبنا. في 60 هير لا تهذر. خلنا يحطونا الكوفي بعدين نكمل سوالفنا. ثانك يو. يا سلام، انا عاطيني ورقه على بالي حد معجب مطرش لي، طلع تفاصيل طلعت تفاصيل القهوه. يا سلام، كولومبيا. اوكي، لاي سن حاب انك تلعب؟ والله شوف منصور، بديش احكي كلمه هسه يجيك واحد يقول غيرك ما كمل السن، هذا تيجي انت تكمل يعني، بس انا بالنسبه لي حاب اني اكمل، ما بعرف لمتى، ممكن 4-5 سنين ما بتعرف، بس انا بوجهه نظري يعني اؤمن انه اللي بيشتغل على حاله وبيحافظ على حاله ممكن يأدي ويقدم. يعني عندك اكبر مثال حارسنا عامر الشافعي، حارس المنتخب ما شاء الله العمر اللي وصله، وما زال متميز وما زال الافضل في الاردن بوجهه نظري يعني. بس يمكن لان مركز حراسه المرمى دائما عمرهم في الملعب اطول من مهما كان، بس بضل دافع لك مهما كان، بس بضل دافع انه انت كل ما اشتغلت على حالك. يعني عامل انا قريب منه، قريب مني هون جاري مثل ما بقولوا في ابو ظبي عايش، ف بعرفه قديش بيشتغل لحاله وقديش بتعب عشان يكمل، فانا صار عندي قناعه يعني انه طول ما اشتغلت حالك طول ما انت بتكمل اكثر. صح، في تساؤل انا دائما يدور في بالي، وبما انك انت لاعب كره قدم محترف يمكن تكون افضل من يجاوب عليه، ليش طال عمر اللاعبين الحين في الملاعب؟ صرنا نشوفهم يلعبون ويتالقون، مو بس يلعبون بعمر 37 38 39. انا بدي اقول لك ليش، لانه كره القدم نفسها تطورت. الان بطلنا نشوف الفريق الكبير دائما يفوز بكل المباريات، زمان كنا نشوف مدريد وبرشلونه هم اثنين مثلا والباقي كله تحت وفوارق كبيرة. هسه تغير كرة القدم، تغيرت، صار الاعتماد على المجهود أكثر من على الفنيات بشكل عام. يعني تيجي على فريق تلاقي جزء ما عنده حد مميز، بس مجهودهم وشغلهم في الملعب بتفوق في بعض الأحيان على الناحية الفردية. فكرة القدم تطورت، فطول كل ما واحد بتماشى مع كرة القدم بتعايش معها بطور حاله، طول ما هو بكمل معها أكثر. شو يعني خليني أقول لك إسماعيل مطر، حكيت المرة الماضية لما صار يقول انه وعى على حاله اكثر وصار يسوي شغلات بجسمه بتساعده انه يستمر اكثر، صح؟ انا نفس الشيء معه بهذا الكلام. الواحد حتى انه صار يقول لي انه قدم نصيحة، قلت ما بقدم نصيحة على حدا، بس اهتم بحالك وشوف انه كيف انت راح تطول في الملعب اكثر. فالواحد يدير باله على حاله وعلى جسمه وعلى تمارينه، شوف الشغلات الناقصة ويشتغل عليها بتطول اكثر. منتخبنا تتوقع له، بما انك انت لاعبين منتخبنا هم زملائك في النادي، هم يعني ما بقول خصومك، هم اللاعبين اللي تلعب ضدهم منافسينك في الملعب، تتوقع ان شاء الله منتخبنا قادر على انه يتاهل كاس العالم؟ اول شيء طبعا بنقدم لهم التحيه لاعبي المنتخب ولاعبي الدوله بشكل عام. انا يعني شوف حرام ما يتاهل، انا بس بوجهه نظري بتقول لي ان شاء الله راح يتاهل، المعطيات كلها بتقول ان شاء الله راح يتاهل، لكن حرام ما يتاهل في ظل هاي المجموعه، وما شاء الله لاعبين كلهم على مستوى عالي. انا يعني زي ما انت قلت انا بعرفهم وبعرف امكانياتهم، بعرف شو قاعدين بيأدوا وشو بيشتغلوا، فانا بشوف انه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب انه في الدور الحاسم راح يتأهلوا وان شاء الله لكأس العالم احنا وياهم ان شاء الله. امين امين يا رب. امين، تفرح وتسعد وهذا يسعدنا ان شاء الله. تتسجل بعد هاي حتكون احلى الاوقات، ان شاء الله نطلع مع بعض
باذن الله. نحن دائما مع بعض ان شاء الله يا رب بكل شيء، بس احنا بنحكي الان كرويا انه نتمنى انه نطلع مع بعض على كاس العالم، يعني راح يكون هذا من احلى الشعور صراحه والانجازات. عن المشاعر وعن المنتخب، لاعب الكره الحين يوم يلعب بالتحديد ياسين بخيت، يوم تلعب لناديك او يوم تلبس فانيله عليها علم المنتخب الاردني، شو تختلف المشاعر؟ شوف يعني انت المنتخب الاردني وفرقنا متلعب بين المنتخب والنادي، النادي بضل له جماهيره بضل، لكن بالنهايه هو خاص يعني له جماهير خاصه وهيك، لكن المنتخب انت بتحكي عن شعب كامل، بتحكي عن يعني انت بتحكي لما تلعب منتخب بدك واحده من البروتوكول، هذا باعتبار بروتوكول دولي، انت بدك تحقق هدف دولي، الدوله المنتخب والجماهير كلها حاطه الامل فيه. يعني احنا المنتخب شوف مش بس منتخب اردني، كل منتخب بالعالم انت بتقدم للمنتخب، بس مهما قدمت المنتخب مستحيل توصل للشيء اللي قدم لك اياه المنتخب. يعني احنا قدمنا المنتخب الاردني بس القليل، لكن المنتخب الاردني قدم لنا كثير، لذلك احنا دائما بنشتغل كثير لانه حابين نحقق شيء للمنتخب الاردني. ان شاء الله يا رب انه مباراتنا الجاي ونصعد لكاس العالم. الاردن في 2004 كاس اسيا، كنت قاعد انا وابوي نحضر المباريات. شو كان شعورك؟ شو يعني انا متذكر قلنا على اليابان اللي جابوا شلبايف، نطينا انا وابوي من الفرحه يعني متى تعادلنا 1-1 كان المنتخب الاردن في افضل فترات طبعا، وكان النجوم كلهم موجودين واللي قدم لهم التحيه طبعا والله يعطيهم الف عافيه. كانت 2004 والكابتن محمود جوهري الله يرحمه، يعني كان فتره المنتخب صراحه خرافيه، فكانت ايام حلوه. ان شاء الله يا رب انه احنا قد ما قدرنا، بجوز ما نقدر نوصل الايام هاي، لكن نحاول ان شاء الله انه نقدر نعيد هاي الايام ونفرح الناس زي ما هم فرحونا. تمنيت انك تكون معهم؟ اه والله يعني تمنيت معهم ب 2011، تمنيت معهم يعني انا بجوز اسيا، الكل مستغرب انه اسيا اللي مرقت كانت اول اسيا لي اللي كانت في الامارات، كانت اول اسيا لي، كنت متمنى اني اكون معهم اكيد، علما اني كنت صغير يعني انا يا دوب، بس المشاعر هيك واللاعبين كانت كثير حلوه والله صراحه. ايوه خاصه يوم تكون انت حتى لو صغير في السن بس انت هدفك تكون لاعب كره قدم، لما تحلم انت عارف، لما تحلم تقول انا لو اني بس اكبر شوي سنتين ثلاثه اكون معهم وتشوفهم ان شاء الله الايام الجايه. اه الايام الجايه تصير تقول مثلا والله ممكن حسوني ولا عامر مدرب قاعد برا وانا قاعد بلعب في الملعب، هي شغلات يعني عشناها كثير واتمنى صراحه والحمد لله يعني ربنا وفقنا خلينا نقول، لانه انك تمثل المنتخب حلم والله منصور، يعني شيء بجوز احنا مش مقدرين قيمته 100% لانه شيء كثير، واتمنى يا رب انه احنا المباريات الجايه نقدر نعمل شيء للمنتخب ولجماهيرنا اللي دائما معانا، نقدر نتاهل احنا وياكم ان شاء الله طبعا على نهائيات كاس العالم باذن الله. امين يا رب. منو لاعب في دورينا تتمنى انك تلعب معه حاليا؟ من قصدك من قبل؟ حاليا انا قلت يعني بحب العب مع عمر صراحه. عمر؟ آه من ناحيه عمر بيعطيك اسيست ومغمض يعني. وهذا نوعا ما بنفقده في الدوري. يعني عمر مميز لانه نوعيه اللاعب اللي خلينا نقول المخ في الملعب اللي يعني زي ايام ادريس فتوحي. ادريس كان يعني صراحه زي الكمبيوتر في الملعب. وعمر نفس الشيء يعني عمر لو جزء العب معاه بوجهه نظري ان شاء الله انه راح اقدم شيء افضل لانه بيسهل لك وصولك على الجول. ادريس فتوحي تعتبره هو افضل دائما كنت ثنائي كان دائما كنت احكي من افضل اللاعبين اللي اجوا على الدوله ومن افضل اللاعبين اللي انا لعبت معهم شخصيا، لانه عن جد منصور ادريس خلص ما بيش احكي عنه كثير بس يكبر راسه هسه يصير بس هو عن جد هو لعيب، واتمنى ان شاء الله يا رب نرجع نلعب انا وياه مع بعض. كابتن ياسين المخيط سعدنا بهاي المقابله وشرفتنا أكثر والله، ودائما ما شاء الله عليكم متجاوب ومتعاون معنا دائما. انا مبسوط كثير صراحه منصور، لما حكيت معي بدون ما تسالني يعني حتى بقول لك مره ثانيه تقول لي تعالوا، بس اني انا بتشرف اني اكون معك ومع الكل وانا جاهز باي لحظه. الله يحفظك. الله يخليك. شكرا لك. خطير هدف، هدف الانتصار، هدف التقدم، هدف التاهل، هدف الوصول، هدف نصف النهائي. ياسين البخيت، ياسين البخيت يكسر هذا التعادل الايجابي ويسجل هدف ثاني في لحظات قاتله. لحظات الاخيره.
لي من الشوط ومرة ثانية محاولة جديدة ويلا ويلا يا أولاد ياسين بخيت يا سجد الله نشوف شوف شوف السرعة يا أولاد يلا ياسين لا 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 لا